البداية وصفة العوينة محمد رئيس جمعية الأبواب الخمس المدينة الخليمة. كي كتشوفوا معنا هاد لي طواليت بيبليك ماهوش وليد الصدفة ولا عاد اليوم تحطوا هذا مشروع ديال 2013. أنا داك كان شجيد داز في الميزانية ديال شجيد ديال 2013 وكان كيشرف على هاد القطعة على ما خفش نكذب أنا داك السي أحمد بريجة. هاد المشروع داز، أنا دابا كنتسائل هاد المشروع فين هما فلوسو ديال 2013، هاد الميزانية اللي يعني 300 وحدة اللي غتكون كتخدم في الدار البيضاء. دابا حنا كنشوفوا حتى حاجه ما دارت، داروا شي نموذجات ماشي في بلاصتهم بثمن خيالي، انه كنقول على حسب ما كيقولوا 60 مليون ثمن خيالي. بالتالي شكون المسؤول وشكون اللي عطى الموافقه على هذه؟ والمصيبه الكبيره هي العمده ما فراسوش، واكثر واكثر العمده ما فاضاهاش ما خلاش تدوز. لكن راه ما كاينش غير هذه، كاينين نموذجات جوج في الدار البيضاء. بالتالي هذه ما فرصت حتى واحد، هذه الشركه المكلفه في التدبير ديال مدينه الدار البيضاء حطاتها على واحد الاساس في واحد البلاصه، بعدا كي ماشي بلاصه كي كتشوف. شحال هي باش محطوطه؟ وانا بالغ هذا شي 18 شهر، راه في الاواخر 2019 بدات كتصيب ودارت بواحد الطريقه، يعني حتى السلطه ما فراسهمش. إنه السلطة ملي كتجي كيقول لك العمدة الدار البيضاء الشركة التنمية المحلية، هادشي كنفهموه وكنعرفوه، ولكن باش تحطها هنا وما مستفد منها دابا حتى واحد. أنت كتشوف كي القاذورات زادت قاذورات في قاذورات، الناس كتستعمل، وبالتالي شكون المسؤول؟ أنا كنقول إلا ما كانش العمدة في راسو وما واقفش عليها ودارت، هذيك أكبر مصيبة في الدنيا. إنه العمدة كيسير مدينة الدار البيضاء وكل حاجه تابعه لمدينه الدار البيضاء وملميه، وهاد الشركه اللي هي التنميه المحليه راه ما يمكنش تكون خارجه على الخط او تكون كدير اللي بغاتها اللي بغات. وبالتالي شكون اللي كيضر؟ راه كيضر المواطن البيضاوي، كاين اللي فيه السكر، كاين اللي فيه الطونسيو، كاين اللي عنده لا ارادي البول لا ارادي، المقاهي والمطاعم. وشارع هذا شارع كيجيب التوريس ويجيب البراني ويجيب بوزيسيو زوين، وعندنا واحد لاميتي ديال للسياح اللي كيجيو في اماكن بحال هكا فهو عيب. انت كتشوف القاذورات كتلاح عليها، شكون المسؤول؟ غنبقاو نتسائلوا. وانا عندي ايمان بحكم تبع الشان المحلي، غادي ان شاء الله غيطلقوا في شهر 8 وغيدوزوا، هنا في شهر 8 كنعرفوا شهر 9 جاي ولا بالدار. وحتى الشركه اللي غيعطيهم هما ما كيديروش شي حاجه بلا شركات، ولا بالدار كما توجدوا الشركات اخرين اللي ما جابوش الاكل ديالهم، اللهم شي شركه ولا جوج. والشيء الاخر راهو على الهامش، هاي الكره الارضيه دابا غتحل، ما كانش شكون افضل في ذاك لاكوتي ديال جهه الكره الارضيه؟ هاي غتحل، البارك ياسمينه غيتحل، هما عدات ما كاينش، جرده مرضوخ كاينه، عدات لابلاصات كاينين في الدار البيضاء. وبالتالي حنا كنحطوا دابا، حنا كنقدروا وكنحطوا وكنديروا. هاي دابا تقريبا واحد تقريبا غتكون واحد 7 شهور هذه باش تحطات فينيسي وصافي سالينا. علاش بقات مسدوده؟ في الاول قلتي 18 شهر، 18 شهر عاد تم البناء ديالها. دابا هاي هاد المده كلها ها هي يا محلوله ومع الاسف. حنا كنتاسفوا لهاد الحوايج في مدينه الدار البيضاء، مدينه ميتروبوليه ذكيه، يعني مع الاسف. والمصيبه الكبيره يقول لك العمده ما فراسيش، وعنده حق، لا ما كانش فراسو ما خاصوش يدوزها. كاين فوت افي دو دافوار دي تواليت كوم سا كي كوت ترو شير، مي لو بوبل Déjà, le simple fait d'avoir des toilettes qui sont supposées être utilisées. Donc, avoir des toilettes publiques qui ne servent vraiment pas à grand chose, ce n'est pas la peine puisque ça coûte cher. L'État a misé beaucoup d'argent là-dedans. Donc, je pense que ça doit être utilisé par la population.
Et puis déjà, dans les lieux publics, on suppose que certaines personnes, certaines familles se promènent, viennent profiter du beau temps. En cas de besoin, ils font comment? Ils ne seront pas obligés de repartir chez eux. Étant donné que nous avons des toilettes publiques, normalement, ils doivent se servir de ces toilettes publiques pour les besoins, normalement. Surtout, par exemple, au Ramadan. Le Ramadan, tout est fermé. Je trouve que c'est un peu normal que ça soit fermé parce que là, nous sommes dans un pays musulman. Donc, du coup, la grande majorité de la population est censée jeûner. Donc, là, c'est normal qu'on ferme les cafés la journée. Mais normalement, à partir de 18h, ça doit être réouvert. Mais comme nous sommes dans une période pandémique, avec le Covid, il y a forcément un couvre-feu. Donc, le couvre-feu à partir de 20h, donc ça ne sera pas grand-chose de fermer, ouvrir à 18h pour fermer à 20h. Donc, c'est préférable de laisser fermer pendant tout le mois de Ramadan. Merci. Oui, merci. المراحل خصهم يكونوا مفتوحين لان في هذا الوقت كل شيء حتى اللي بغيتي تدخل القهوه تلقاها مسدوده ما عندكش فين تقضي الغرض ديالك هذا غتقضي في الزنقه لان شفت هذا الموضوع هذا شفته حتى في مراكش مدينه سياحيه وكل شيء وتيديروه في الزنقه هذا هو اللي سبق لك انك مثلا كنتي محتاج المرحاض كنت محتاج المرحاض ولكن في الوقت ماشي في رمضان في الايامات العاديه ودخلت ندخل القهوه ما تنبغيش لكن دابا في الظرفيه مثلا في هذه الظرفيه هذه صعيبه خاصك ولا تقضي غرضك ديرها في حوايجك هذا الشيء اللي كاين شتي الوضع الحاله ديالك كي دايره الله يجبد الله يصلح الاوضاع قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي